برضو عندنا تصريحات مهمة جدا كانت لكابتن سامي قمصان بعد المباراة. هو أكد ثقة الجهاز الفني في اللاعبين وتركيزهم كمان للفوز في لقاء أسوان بعد أحداث مباراة الهلال السوداني، فهي دي كانت النقطة، أن أنت لازم كنت تفوز في مباراة أسوان. كان مهم جدا فنيا وكسكور وكترتيب، وفي نفس الوقت كمعنويا كانت هتفرق بشكل كبير جدا، أو هي حاليا فرقت بشكل كبير. خلينا نتابع التصريحات ونرجع نكمل. طبعا مبروك، طبعا مباراة كانت مهمة بالنسبه لنا، خصوصا بعد الاخفاق في الماتش الهلال، يعني كان مهم جدا ان نرجع ثقة تاني لاعيبتنا ولجمهورنا. اعتقد الحمد لله النهارده النتيجه واداء زي ما انت قلت، برده الراجل فضل اللي هو راحت برده بعض اللعيبه عشان نبقى عندنا ماتش مهم جدا كمان 4 ايام يعني مع صن داونز. فاعتقد الحمد لله اللعيبه اللي لعبت النهارده ادت اداء مميز، نتيجه ولعب واهداف. اعتقد الحمد لله كانت مهمه جدا بالنسبه لنا، 6 نقاط، بطوله مختلفه اي نعم، لكن بتدينا ثقه ان شاء الله للمباراه اللي جايه. كابتن سامي، يمكن مهما اختلفت الاسماء ولكن السيستم واحد، طريقه اللعب واحده، اي ترس زي ما بقول جديد بيخش في المنظومه يعني بيشتغل بنفس الكفاءه والفعاليه، واعتقد دي من اهم يعني المكاسب النهارده من اللقاء. الحمد لله هو دايما الراجل بيتكلم في النقطه دي، اللي هو عنده ثقه في كل اللعيبه اللي موجوده. النهارده الحمد لله في لعيبه بقى لها فتره برده ما شاركتش، النهارده اشرف بيأدي اداء مميز، مروان بيأدي اداء مميز، عبد القادر بيواصل الاداء برده كويس، حسين النهارده ما شاء الله من نجوم المباراه عمل 3 اسيست من اللعيبه برده مميزه. فاعتقد الحمد لله زي ما انت قلت خالد برده بعد ماتش في كاس العالم النهارده برده بيأدي اداء برده مرضي الحمد لله. فاعتقد الحمد لله حتى رامي لما نزل واللعيبه طاهر وشادي اعتقد الحمد لله ادي اداء مميز، لكن التحدي اللي بالنسبه لنا بقى ان شاء الله المباراه القادمه ان شاء الله محتاجين دعم جمهورنا المباراه الجايه. انا عارف ان التذاكر خلصت، اعتقد هم بالنسبه لنا هيبقوا دافع قوي، واعتقد الحمد لله النهارده ثقه كويسه لينا وليهم ان هم ان شاء الله نعدل وضعنا تاني في البطوله، وان شاء الله ونقدر نوصل ان شاء الله للهدف اللي احنا بنسعى له اللي هي بطوله افريقيا ان شاء الله. بما ان حضرتك بقى ذكرت الجمهور، اكيد حضرتك حابب تقول حاجه لجمهور النادي الاهلي هنا في اسوان واهل اسوان ومقابلتهم الطيبه. يمكن الاوتوبيس ما كانش عارف يمشي في الشارع يوصل للاستاد من كتر الجمال اللي كانت بتحيي النادي وهو في الطريق. طبعا اهل اسوان طبعا بشكرهم طبعا، يعني ودي مش حاجه غريبه عليهم، يعني اهل كرم وناس طيبه ويقابلونا احسن استقبال. يعني جمهور النادي الاهلي النهارده العظيم بشكره طبعا، واقف جنب اللعيبه بشكل كويس، شجع اللعيبه بشكل ايجابي جدا، ادهم دعم طول المباراه. فاعتقد دي مش حاجه برده غريبه على جمهور النادي الاهلي، عارف ان هم النتيجه ما كانتش مرضيه بالنسبه لهم الماتش اللي فات، لكن ان شاء الله نقدر نعوضها ان شاء الله مباراه صن داونز، وتكون بدايه تصحيح ان شاء الله مسار ان شاء الله افريقي باذن الله. اخيرا بقى الاعداد لماتش صن داونز هيبقى ماشي ازاي؟ خاصه ان انا شايف كل الاعداد بدا من الملعب على طول فور المباراه، اللعيبه اللي ما شاركتش بشكل كامل 90 دقيقه واللعيبه اللي كانت ما شاركتش خالص على طول الاستشفاء ابتدى والتمرينات ابتدت في ارض ملعب اسوان. يعني هو ده دايما الراجل بيفكر في كده، ان كل لعيبه تبقى مستعده، كل لعيبه يبقى عندها فرصه في عدد دقائق، اللعيبه اللي لعبت عدد قليل بيحاولوا يكملوا يعني بعد التمرين زي ما انت شفت، يعني عشان يبقى القرار بتاعه بقى لما يختار لعيبه مناسبه للمباراه اللي جايه ان شاء الله تكون اللعيبه كلها جاهزه. يعني طبيعي جدا لما يكون في سفريات ورا سفريات وماتشات ورا ماتشات ومستويات متفاوته مع الفرق المنافسه، بطبيعه الحال لازم يحصل اجهاد.